من قلب وانتم اخذوا اكثر من فريكانس. عندنا برشا فريكانس تسمعونا على الصافي نبع حمامات 104.1 في الكابون 93.5 في تونس الكبرى والشمال. نذكركم بالجو والتليفونات، تطلبونا على 72-328-500 تربحوا معنا زوز تيكيات الفيلم الدشرة في سنتر كولتوريل نيابوليس حمامات نابل بلوتو لو 8 فيفريي. هاوكا اللي راه توا مشاش يتفرج يكمل يركز معنا حتى كشي النص النهار، وان شاء الله تكون انتم الرابحين. سينو نتعداو تو دو سويت الأسمع وفلت. اسمع وفلت. بسم الله عليك. لطريت شرقت على ما أخباري برشا اليوم ما شاء الله. عربت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي على إعجابها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصفته بأنه إنسان صادق. قالت في حوار مع جريدة أخبار اليوم أنه السيسي إنسان صادق وريته مرتين في حياتي، وهذا الوجه يوحي لي بالطيبة المصرية والصدق والصلاة. الله أعطاه القبول ومحبة الرسول، ومصر عظمة التاريخ وعظمة شعب حققت المستحيل. الله 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 يا ست. الله الله يا مجودة. أنا ماجدة من الفنانات اللي نحبهم ونعشقهم ونعشق الفن متاعهم، وإنسانة محترمة على الأخر. على جهة موقفها من عبد الفتاح السيسي دبر راسها، معناها أمورها الكل. أما شفت أنا خاطر قريت شوية بقية التصريح متاعها شنو اللي فيه حكاية بارامو، ما سمعتش التصريح لكن شفت ليزارتيك اللي تهبطوا. حكيت على الثورة التونسية، قالت إنه ثماش معناها ثماش ثورات عربية، ثم مؤامرات وكل حكايات هذيك. هذا اللي ما عجبنيش من ماجدة الرومي. غضبتك منها؟ غضبت على خاطر نقولها ليه راهو الثورة التونسية هكا قاعدة تشوف اليوم في وين وصلها حريات، الحمد لله نعبروا ونتكلموا ونقولوا لي معناها نتحدثوا في أي مواضيع وننقدوا أي شخص، معناش حتى مشكلة. الثورة التونسية ثورة صحيحة، عملنا ثورة صحيحة وثورتنا مازالت متواصلة، معناها راهي في كل يوم قاعدين نقاوموا في حاجات جديدة. هذا اللي ما عجبنيش من ماجدة الروم. سينو تحبها؟ نحبها، نقعد نحبها ونبحث فنها الراقي حقيقة. اسمعوا فل. أعلن الراقص الكوريغرافي رشدي بالقاسمي على اعتزامه وإطلاق علامة تجارية جديدة للأحزمة الخاصة بالرقص، حزامات هذوك نتاع الرعشين، مساعدة حرفيين تونسيين. وهبط ستاتيو في الفيسبوك تبع لي أطلقوا قريبا علامة تجارية خاصة بحزامات الرقص وساعدوني أفضل الحرفيين التونسيين. وما غير ما تغمزيني نعرفك ما عندك مع العلقي في هالموضوع. اسمعوا فل. كشفت الممثلة التونسية عايشة بن أحمد إنه تواجه الغيرة اللي توصل حد الإيذاء، لكنها فرحانة برشا وقالت من دون الغيرة نحس أني نمشي في طريق غلط. والله بدلت لي نظرتي للحياة، كنت ديما متقلقة أنا من الناس اللي غيرين مني. أوكي. والله بالحق. ليه هذا صحيح. لكن والله بدلت بالحق. أخي كلامها صحيح. فلا قالت لك كل ما زاد الهجوم علي شعرت بنجاحي تحدي. وأضافت أي أضافت قالت رغم أني قدمت بطولات مطلقة. بو هذية الحكاية هذية اللي قالتها طو هي صحيحة، أمينة ما عجبتنيش برشا. ليه؟ أما هي صحيح كلامها صحيح. أمينة هكا منعش ديما نغير على تونس، أنا ما نعرف ما نحبش. قالت رغم أني قدمت بطولات مطلقة في السينما التونسية لكنها أفلام مستقلة وما هي جماهيرية، ومصر هي هوليود الشرق، والنجاح في السينما المصرية له مذاق خاص ويمنحك المساحة والشعبية والانتشار خاصة إذا حبك الجمهور المصري. نحب نقول لها اللي راهو صحيح جماهيريا الافلام التونسيه المصريه تنجح، اما فنيا معناها الافلام التونسيه خير برشا، على خاطر شفنا برشا افلام وصلت معناها تكرمت ونجحت في برشا مهرجانات دوليه على خاطر المحتوى والقوه نتاعها. دونك راهو النجاح ما يجيش انك تخدم فيلم اكثر جماهير ويعرفوك العباد، تخدم الافلام ذات القيمه. هي كلمه فيش صحيح في انه بالحق مصر هي اللي اعطتها الشهره اكثر، اما اللي ما عجبنيش صحيح خدمت في تونس راه كانت منين عرفوك المصارة من تونس فلا صحيح انتوا لهنا في تونس اسمعوا فل. سينو الاعلامي المثير للجدل عمرو اديب شن هجوم على التوانسة الكل بسبب برنامج أمور جدية وسكيتش اللاعب المصري محمد صالح. وكنا قبل شفنا الفيديو اللي هبطه كله بنيني المش معروف إلى حد الآن اللوج على اسمه ما لقيتوش اسمه شنوة، واتهم التوانسة بالحقد على صالح ونجاحه، وأكد أنه قال هزار أمور جدية بايخ ورديب. بلاي الموضوع هذايا نحبش نرد على شو اسمه هو عمرو أديب. عمرو أديب خليها معناها ديما هاجم هذاك وديما يشن في الهجومات. أما الموضوع بكله أنا اللي حيرني واللي نرفزني هالتقديس للعباد. فلا ما راهو أي شخص
نجم تنقدو. احنا الحمد لله يا ربي من معناها الثوره نتاعنا خلتنا نجم وننقدو، وان كما نقولوا احنا باللغه نتاعنا نفركوها على من مواطن البسيط الرئيس الجمهوريه. معناها احنا نتكلموا على راحتنا ونعبروا، ما عندناش حتى شخص ابار المقدسات، ما ثم حتى إنسان مقدس. وشوفوا في الدول الأوروبية أكبر اللاعبين في أكبر الفرق يعملوا لهم فيديوهات على تصرفاتهم، على كلامهم، على لبستهم، على شو عملوا، يحكيوا العباد ويهم في مصر يقدسوه محمد صلاح. مش كان محمد صالح، هو في مصر مقاطع برشا شخصيات من أبدهم من رئيس الجمهورية متاعهم ممنوع اللمس، معناه ممنوع الحديث واللمس، معناه تحكي عليه تتحبس يعني. تتكلم على حاجة تهم ولا ماهيش باهية في مصر تتسجن يتم إيقافك. وهذا شفناه في آخر زيارة متاع ماكرون، مجموعة من الحقوقيين مشاو حكيوا على شوية حقوق الإنسان متاع ماكرون، تم إيقافهم على حقوق الإنسان في مصر، معناها اللي هما خايفين عليها وثم برشا تصرفات ضد حقوق الإنسان في مصر وقفوهم، هذوما حقوقيين. ما احنا ما عندناش، احنا ننقدوا ونتكلموا الناس الكل، ما ثم حتى حد. وصالح راهو جوار عالمي، معناها ملك العباد الكل، ماهوش كان ملك المصاروة، ونجم ننقدوه ونتكلموا عليه. وشوف شافوا وقت ديجا كسوا المصريين ولا غير المصريين وقت اللي نحى حلق الشعر نتاع الصدر، كيفاش العباد خرجت الناس الكل نقدت وضحكت وعملت كاريكاتير ضحكوا بيه. دونك وهذا فن راهو، هو راهو انه هما ذكروه وحكوا عليه وعملوا عليه سكتش في امور جديه ما يقللوش من ني من قيمته، ليكي كما قال كل لبناني بلاش كون ولا هو اصلا شد قامة وشكونكم انتم باش تمسوه قامة. هو اصلا هذاك المذيع هذاك طاح المستوى، معناها منحدر اكثر لانه جبد العائله نتاع كريم الغربي. الوغ كريم راه ما جبدش العائله، وهو في الفيديو نتاعو جبد عائله، ما عندكش علاش تجبد في العائلات. وهذا موضوع احنا لهنا في تونس رانا ما عندناش حتى حد مقدس، الناس الكل ننقدوا، الناس الكل نحكيوا عليهم، الناس الكل نتكيوهم، الناس الكل نفركوا عليهم. والحمد لله يا ربي هذا شطتنا الحريه امورنا جدي. اسمعني عملت انا ديجا ستوريات كونسيرنون كل لبناني هذاك ابارامون ما شافهمش. ما شافهمش، مش هو اللي ما مش هو المشهور، هو ما يعرفكش معناه. احنا انت سينورمال ما تعرفوش من انت، انا شكون، انت شكون بقلبه بربه. او ما استنتجت في الاخر اللي باز خلصوه مليح. اسمعوا فلان الحماس هذاك كل راجل يفبري مكنو السكر في الفيديو، طاح يدوخ طاح يتسكك. يزيني محمد حط لي أنا السلطان وإحنا التوينسة كل سلاطين وما يمسنا حتى حد.